شفت مقطع مدته تقريبا 8 دقائق لأخ سوري يصف فيه حال الزلزال لما جاهم وشلون فقد عياله. مقطع مبكي والله. الشاهد بعد يومين بالضبط من المقطع شفت صاحب هذا المقطع السوري، سلمت عليه وعزيته في عياله، وقاعد يسولف لي يشرح لي شلون صار معهم الزلزال. يقول كانت زوجتي تصلي تقوم الليل رحمة الله عليها، يقول بعدين رجعت ونامت بجنبي، يقول فجأة ما حسينا إلا الدنيا انقلبت وجاء الزلزال. يقول أنا عندي ولدين وبنتين، يقول أخذت بنت وولد وطلعت برا وقلت لزوجتي بسرعة أخذ العيال وطلع بسرعة. قالت يلا دقيقة بس حجاب ألبس حجابي. يقول قلت لها يا بنت الحلال بسرعة طلعي بلا حجاب بسرعة. يقولوا طلعت أنا برا وهي راحت تأخذ حجابها. يقول لما نزلت عيال رجعت البيت يقول هد البيت بالكامل عليها هي والأولاد، ورحمة الله عليها ماتت. كان بإمكان هذه المرأة أن تترك حجابها وتنجو بحياتها. زلزال وساعة 4 الفجر، والله لو خرجت عارية لكانت معذورة. كيف أن تترك حجابها فقط؟ اليوم مع الأسف بنات مسلمات يتزينون ويتركون الحجاب وتطلع باختيارها الكامل إلى الشارع بزينتها، مغضبة لله عز وجل. وهذه المرأة ماتت من أجل هذا الحجاب. وشتان إي والله بينهم. إي والله.